امبارح مسرح يو ارينا شهد اقبال جماهيري كثيف على حفل كايروكي وتوليت، وده كان ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديده في دورته الثانيه. الحفل رفع شعار كامل العدد. خلينا نروح نتابع اراء الجماهير بعد الحفله وايه افضل الاغاني اللي عجبتهم في الحفله من خلال التقرير اللي جاي. مضرب تنس واو في صاد المراية، تخيل انه جيتار والناس بتغني معايا، عفي الانوار بحي الجماهير، بتخيل نفسي روك ستار نجم كبير. قالت لي احلى الاغاني اللي عجبتك لكايروكي؟ روما كده كده، روما احسن اغنية غناها، وتو ليت اللي هي المهرجان اللي لسه ما نزلش ده ونزل، فاهم؟ ده ولع الدنيا. ايه رايك في العالمين واجواء مهرجان؟ طبعا تحفة، والدنيا تحفة والله، ومبسوطين قوي، كلنا مبسوطين وزي الفل يعني. كايروكي من الفرق المختلفة عن بقية الباندات اللي موجودة في حاليا يعني، واحنا كان استنيناهم من اول الصيف نعرف الحفلة بتاعتهم امتى عشان نجي نحضرها. ايه رأيك في حفلة كايروكي النهاردة؟ تحفة تحفة تحفة. اكتر الاجيال اللي عجبتك وكنت متفاعل معاها؟ اغنية توليت ما تيجي اعدي عليك وحبيبي ليه، حاجة عالية جدا. كايروكي كل حاجة بتعدي شغالة دلوقتي، وساموراي هي كانت حفلة حلوة الصراحة، كله بيفايب وكده، فكان الموضوع حلو يعني لذيذ. أكتر أغنية حبيتيها؟ ما تيجي عدي عليكي بتاع توليت، وساموراي برضو بتاع كايروكي. لا بصراحة أنا جاي لكايروكي، متابعهم من زمان، والحفلة حلوة وجميلة، وبحب أغانيهم ومزيكتهم يعني، مزيكة كويسة وكده. لا الحفلة كانت جميلة جدا، والأجواء تحفة، والعلمين خطيرة، وكل حاجة كانت حلوة قوي. الحفلات تحفة والجو جميل، وطبعا أغنية غريب في بلاد غريبة كانت أحلى أغنية النهاردة في الحفلة. إيه أكتر أغنية عجبتك؟ انا نجمة بس مش في السماء. قول لي رايك في الاجواء واجواء مدينه 10 على 10 بجد، اكسبيرينس جامده جدا، ولو عمل حفله ثانيه كده هروحها، فاهم؟ نفسي احبك حب زمان زي العيال. احلام واتمنى جريت بينا ايامنا لحد ما عطيت جنب منها صوره.